السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن اللوجيكال أوبريتور وعن النالش كواليسينج أوبريتور. هسألك سؤال يا صديقي قبل ما نبدأ، عمرك فتحت موقع بيقدم منتجات ولقيت مكان السعر أو وصف المنتج كلمة نل؟ طب عمرك جالك إيميل مكتوب فيها لو أنديفايند بدل اسمك، والرسالة اللي أنت المفروض تشوفها برضو مكتوب فيها أنديفايند؟ لو ما شفتش ده فهو موجود، وموجود في شركات كتير وفي شركات عالمية كمان. ملناش علاقة بقى بالشركات دي المشكلة دي حصلت إزاي، لأنها بتختلف من شركة للتانية وكل شركة ليها سيناريو مختلف. علاقة الفيديو بالقصة دي هو مفهوم إن أنت تعرض بيانات بديلة عن البيانات بتاعتك في حالة إن حصل فيها مشكلة أو ما رجعتش المردود اللي أنت مستنيه. هو ده اللي إحنا هنتعلمه دلوقتي. خلينا نشوف مع بعض على طول. لو عندي متغير مثلا اسمه price والسعر بتاعنا 100، ورحت كتبت في الكونسول مثلا ان انا عايز اعرض البرايس، price is، ورحت كاتب البرايس بتاعنا، هيعرض لي طبعا the price is 100، وما عندناش اي مشكلة في الموضوع خالص. ده كلام عظيم وجميل. لو جيت دلوقتي مثلا لسبب ما البرايس ده ما بقاش فيه القيمة دي، هيرجع دلوقتي undefined، فهيكتب لك the price is undefined. هو ده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. لو البرايس ده مثلا فاضي لسبب ما برمجيا القيمة اللي رجعت هي null، فهيكتب لك هنا the price is null. طب لو هو صفر برضه مش منطقي، ذا برايس الصفر، ما ينفعش البرايس يكون صفر. البرايس ممكن يكون مجانا فيكتب لك فري، انما صفر دي ده رقم، يعني المفروض دلوقتي انت عايز تقول له ان الرقم ده اصلا جاي غلط، لان لو فري هكتب لك فري. طب تمام، ده كلام عظيم. تعالوا دلوقتي بقى نجرب ازاي احط الحاجه البديله للبيانات بتاعتي. بنستعمل اللوجيكال اور بالشكل ده، اتنين بايب لاين وتكتب القيمه بتاعتك. اول حاجه بقى محتاجين نفهمها، القيمه دي بترجع امتى؟ في حاله انه البيانات بتاعتك فيها null او undefined او اي فولسي فاليو. حلو قوي الكلام ده. نبدا نجرب النل، ادي النل بتاعتنا، هيقول لي ذا برايس از 200. نجرب الانديفايند، ادي الانديفايند بتاعتنا، هيقول لي ذا برايس از 200. نجرب فولسي فاليو، اي فولسي فاليو، صفر مثلا، هيقول لي برايس از 200. نجرب نكتب له فولس كده اللي هي فولسي على ابوه يعني، برده نفس القصه. نجرب نكتب له سترينج فاضي، برده نفس القصه. حلو قوي. ازاي بتعرف البيانات دي ترو او فولس؟ لو حابب يعني دي معلومه جانبيه كده لحد ما نوصل للاوبجكت اورينتد، عمال انقطكم كده بحاجات يعني ايه لذيذة. عندنا constructor البوليان، ده بيطلع لك الترو والفولس او البوليان فاليو من البيانات اللي انت بتديها له، يعني رقم 100، رقم مثلا سالب 100 بالشكل ده، مثلا الصفر على سبيل المثال، مثلا string فاضي، مثلا النل. كل البيانات دي يا ترى ايه البوليان فاليو بتاعتها؟ خلينا نشوف مع بعض كده. ترو ترو والتلاتة فولس. الرقم بتاعنا 100 او سالب 100 ده في النهاية فيه قيمة، فده ترو. الصفر والنل والقيم الفاضية كل دي فولسي فاليو. عظيم جدا. يبقى النل والانديفايند والفولسي فاليو هيرجع لك القيمة بتاعتك اللوجيكال اور. حلو قوي. تعالوا بقى نجرب بقى النالش كواليسينج اوبريتور، اللي هو بالمناسبة هتلاقيه في لغات كتير على فكرة، ومنهم البي اتش بي. لو انت واحد من الناس اللي بيتنقل بين لغات البرمجة هتتعلم النالش كواليسينج ده وهتشوفه في كل حتة. طيب زي ما انت شايف كده كاتب لك النالش كواليسينج اوبريتور ملوش علاقه ابدا بالفولسي فاليو. لو القيمه نال او انديفايند هيديك البديل بتاعها، لكن لو فولسي فاليو ملوش علاقه. هتيجي تسالني كده بالمنطق ليه؟ والله ممكن لسبب ما انت محتاج ترجع الصفر اللي رجع ده، لسبب ما ممكن الفولسي فاليو دي انت محتاج ترجعها. المهم ان انت عندك الابيليتي ان انت تختار، اما ان انا ارجع النال والانديفايند والفولسي كله، او ارجع النال والانديفايند بس، براحتك. طيب نجرب كده مع بعض يا جماعه النالش كواليسنج هنا، ونشوف اول حاجه الحاجات اللي احنا جربناها كلها. ادي النل كله تمام اهو الاثنين، وادي الانديفايند كله تمام برضو الاثنين اهو، ما تلاقيهم ما فيهمش مشكله. ونبدا نجرب بقى الفولس فاليو. اي فولس فاليو بقى مش هتفرق، اول واحد هيرجع البديل، الثاني ملوش علاقه بالفولس فاليو فهيرجع لك الصفر بالشكل ده. وكده يا جماعه عرفنا الفروق بينهم، وعرفنا انهم موجودين عشان في يوم من الايام هنستخدمهم، وكتير جدا باذن الله هتشوفوا استخدام ليهم في التطبيقات العمليه بتاعتنا. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.